تفضل. مرحبا، كنت جاي لعند المفتش سلجوق، وين ممكن لاقيه بالله؟ نزل لتحت عنده شغل. يعني تحت؟ ايه. طيب شكرا كتير. اهلا وسهلا. اخي انا لقيت شيء مهم كتير. قولي لي شو لقيتي، بس ما تكون سيارة جديدة. لك لا، اهم من هيك. بس ما تكون جبتي رقمها للسيارة. ممكن تعطيني مجال لأشرح لك القصة كلها؟ هيكيم، ليكي أنا فهمانك منيح. أنت ما بدك اللي ضرب رفيتك يضل بدون عقاب، مزبوط؟ وطبعاً أنا لقيت قناع المجرم. أي قناع هاد؟ القناع اللي كان حاطه على وشه شوفير السيارة. وين لقيتي؟ كان بخزانة واحد من طلاب المدرسة، أنا شفته. مين هذا الطالب؟ شو اسمه؟ كانت. كانت شو؟ كانت جونا. رضا، ممكن تعلي الصوت؟ مين جاينا بهالوقت؟ ما حدا حكى معي وقال لي إنه جاي لعنا. بلكي شي واحد من رفقاتكم جاي لعندكم. مين هاد؟ مين على الباب؟ الشرطة على الباب سيد رضا، قال بدهم يشوفوك. تفضلوا. مساء الخير، أنا المفتش سلجوق. ابنك كانت موجود بالبيت؟ وين بده يكون بهالوقت؟ طبعاً بالبيت. بدي أحكي معه شوي صغير من بعد إذنك. إيه تكرم عينك، بس ليش؟ من شان الحادث اللي صار قريب من مدرسة ابنك من فترة. يا الله شو كان بشع هالحادث. زعلت كتير على البنت اللي انصابت فيه. بس شو علاقة ابني بالموضوع؟ صراحة رفقاته لقوا شي بخص الحادث وحابب أسأله كم سؤال. يا كانات تعال، المفتش سلجوق هون بده يسألك كم سؤال مشان تجاوبوا عليهم. ايه حبيبي، خدوا فوتو عمكتبي لتحكوا. انتظروني هون يا شباب. كيف فيني ساعدك؟ اليوم في واحد من طلاب المدرسة لقى القناع بخزانتك أنت، نفس القناع اللي كان لابسه سائق السيارة. هذا حسب أقوال المدعي والشهود. مين هو المدعي؟ ترك لي المدعي وخبرني عن القناع هلا. مثل ما قلت لك، ما عندي أي قناع، واللي خبرك بيكون واحد كذاب. ايه تمام، اهدى شبك. اتأكد انه رح تنكشف الحقيقة عن قريب. هديك السيارة كانت تسوق مو؟ أبداً. ليك يا صديقي، الشرطة هلأ عم يفتحوا خزانتك، لهيك فكر بجوابك مرة تانية. هاي هي، افتحوا الخزانة يلا. حاضر سيدي.
ماشي الحال؟ فتحتوها للخزانة ما؟ طبعاً. حضرة المدير آسفين لأنه جبناك لهون بنص الليل. أنا قلت لكم كل طلاب مدرستنا من عيال محترمة كتير، والخزانة اللي كسرتوها هي خزانة ابن السيد رضا. نحن عم نقوم بواجبنا. معك حق، ما قلت شي، بس طبعاً موضوع الحادث تسكر بشكل نهائي تماماً. مين يلي عم بيحاول إنه يحط نقطة سودا على مدرستنا بافتراءات كاذبة؟ لسه ما عرفت، وبتمنى أن ما تتكرر. شكراً إلك، تصبح على خير. كانت خبرت المفتش كل شي بتعرفه عن الحادث، مو هيك؟ ما تواخذونا أزعجناكم بهذا الوقت. لا أبدا، إذا بدك أي مساعدة نحن جاهزين. شكرا سيد رضا، تصبحوا على خير. إذا احتجتوا شي بابنا مفتوح بأي وقت. ممنونك. اليوم عملت تشيز كيك، رايحة أجيب لك، بعرف إنه بتحبها كتير. بابا أنا ما عملت شي. بابا مو ذنبي، الله وكيلك، أنا ما عملت شي. بابا الله يوفقك. بابا هو ما عمل شي، اتركه مشان الله، اتركه خلص بكفي. ليك خلص ولا كلمة. شو ذنبه؟ الشرطة اجت مشاني، ما دخلوا. بابا رح ياكل هو القتل لما يعمل شي، هو او غيره. انا قلت لك هذا الحكي من قبل. قوموا لك. بابا بكفي، ما بقى تمد ايدك عليه. هيك بدك لكم. تعرف على مين الدور جاي، مو هيك؟ شاطر، لا تتدخل. بابا الله يخليك. بابا الله يخليك. بابا لا، استنى حبيبي، استنى. بترجاك بابا لا تعمل هيك. بابا انا ما دخلني بشي. بابا خلاص، انا ما عملت شي. لا يا بابا لا، بابا انا ما عملت شي. بابا لا تخاف. بابا الله يخليك. بابا اهدى. بابا انا ما عملت شي. بابا لا تعمل هيك. لا يا بابا لا. بابا عاقبني أنا. بابا بابا لا يا بابا لا يا بابا لا لا بابا لا يا بابا لا يا بابا لا يا بابا لا.